السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي وعدتكم به عن أجمل ألوان الهجين الملطشة والباناشي كما تسمى من إناث كناري، جد ممتازة بألوان زاهية وسلالات وطفرات. نبدأ بالأنثى الأولى وهي أنثى باناشي، ستشاهدونها الآن. ها هي أنثى باناشي ملطشة حاملة للطفرة، هي ليست بسلالة أصيلة ولكنها يعني مختلطة بين العادي وسلالة أخرى، لا ندري ما هي السلالة صراحة، لكن هي تصنف ضمن العادي. هذه هي فراخها، وللمعلومة فذكر الحسون هو ذكر حامل للطفرة، هو به ظفر أبيض ويعطي فراخ بأظافر بيضاء كما تشاهدون. قد أعطى فراخ زاهية وفراخ بألوان جميلة، بداغة بيضاء وأعشاش أخرى، أعطى ألوان أخرى، أعطى بياض في فوق العنق يعني فوق الرقبة وهو الصوار. في هذه الفراخ في هذا العش أعطى بداغة بيضاء، داغة صغيرة لكن أظافر بيض. ستشاهدون هنا الفرخ يعني تقريبا هو خرج من العش تقريبا في فترة الفطام، داغة جميلة، قوام ممشوق. هذا الفرخ يعني هو بطول تقريبا يعني تقريبا الكناري، حجم كناري كبير سبحان الله. كما تشاهدون الداغة تظهر في هذه الصورة جميلة جدا، وكأنه يعني لحسون طافر 100% بالداغة البيضاء، والأظافر دائما ما تخرج في فراخه مع ألوان الأنثى التي تساعد، ولأنه هناك أعشاش أخرى أتت الفراخ جميلة جدا. هنا فراخ هو أخ الفرخ الذي بالداغة البيضاء، هذا بداغة صفراء وهو ذكر أيضا، لأن الفرخين فرخي العش هما واحدان في هذا العش، وخرج يعني ألوان جد زاهية جميلة. والقادم أجمل إن شاء الله، بعد قليل ستشاهدون يعني إناث أخرى وألوان أخرى جميلة ومميزة أكثر من هذه. هنا الفرخ يعني فوق المجثم، تروا الداغة تبدو صفراء والصدر كذلك، قوام ممشوق. سنمر أيها الإخوة الكرام إلى أنثى مقنبرة وكما تسمى هيبي، وهي موزايك، مقنبرة موزايك صفراء. هذه الأنثى تتزاوج مع يعني تزاوجت مع ذكر بأظافر بيضاء كما قلت، لأنها لا تأتي دائما الإناث بألوان جد زاهية، ولأننا إذا وضعنا الذكر الحسون كما ترون الظفر الأبيض ظاهر والأظافر أخرى ظاهرة أيضا، ويعني ظفر أو ظفرين أو أكثر بيضاء يعطي ألوان جد زاهية. الذكر ما شاء الله، اللهم بارك، اذكر الله يا الأخوة، ما شاء الله، هو يطعمها ويحاول يعني يطلب منها أن يطعمها في العش، ما شاء الله. أنثى مقنبرة صفراء وهي موزايك. الفراخ ما شاء الله تأتي بصدر أصفر بصوار على الرقبة، صوار كبير أبيض ما شاء الله، ألوان جد زاهية جد ممتازة. انظروا إلى هذا الفرخ، هو من عش آخر ملطش في الرأس، والأجنحة تقريبا نصفها بيضاء، والأرجل هي بيضاء بأظافر بيض لأن الذكر طافر. دائما الذكر إذا كان طافر يأتي بألوان بيضاء، والإصفرار هو تعطيه الأنثى، الإصفرار في الصدر يأتي من الأنثى، والبياض في الرأس كما ترون ملطش، وعلى تقريبا شكل أو الألوان الباناشي.
أو الملطش أو رأس أبيض كما نسميه في بعض الأحيان لتلك الألوان البيضاء في الرأس. نمر إلى أنثى أخرى صفراء، وهي أنثى صفراء موزايك، هي سلالة جد قوية وجد ممتازة من الإناث والكناري الممتاز، يعني سلالة أصيلة مع حسون، تتزوج مع هذا الحسون الطافر بجل أظافره بيضاء، وهو طافر ويعطيان قوة لإنتاج الطفرات والألوان في الهجين. ستشاهدون بعد قليل الفراخ منذ الصغر، منذ الفقس إلى هنا، تشاهدون البياض في الأظافر، يعني ظفر واحد إلى يعني أكثر من ظفر واحد، هو ممتاز لإنتاج ألوان زاهية مع أنثى طافرة في الكناري. الفراخ هنا تبدو برقبة بيضاء، سبحان الله، من الصغر في عمر 3 أيام إلى 4 أيام، تشاهدون الجلد يبدو مبيض إلى مصفر، وهو يدل على خروج بعد يعني في فترة خروج الريش، أيام خروج الريش ستخرج بلون أبيض إلى مصفر إن شاء الله. هنا يبدو مكان البياض على الرأس، على الرقبة من فوق، وحتى الرأس من أعلى، تقريبا يشابه أو يشبه رأس النسر، الرأس الأبيض أو الفصيات كما نقول. هنا الفرخ جد صغير في العمر، الداغة تبدو بيضاء، والاصفرار في الصدر، اللون البياض على الرقبة هو يصل إلى أعلى الرأس كما رأينا في الصغر. ألوان جد مميزة أيها الإخوة الكرام، اللهم بارك، ما شاء الله. ستشاهدون عندما يكسوه الريش، هنا الدغة تبدو جد بيضاء ما شاء الله، مع اصفرار في الصدر، والدغة بيضاء، وكأن يعني الأب وكأنه ذو دغة بيضاء، أو نعم هو ذو دغة، وكأنه ذو دغة بيضاء لأنه طافر بأظافر بيض، حتى الفراخ تخرج بأظافر بيض هنا كما نشاهدون. ركزوا على الداغة البيضاء والأظافر البيض، ما شاء الله ما شاء الله، اللون في هذا الفرخ ممتاز جدا ومتميز، هو من معشوق عشاق الحسون وعشاق الهجين ذو الألوان الزاهية. هناك فراخ تخرج من هذا الزوجين بداغة بيضاء كلها، حتى الصدر يكون الصدر بلون أبيض، وهنا ترون هذا الفرخ خارج بداغة بيضاء والصدر به القليل من البياض وفيه اصفرار أكثر تحت الداغة وأعلى الصدر. هنا تشاهدون الأظافر بيض، الداغة بيضاء قليلا في الأعلى وأسفل العنق وأعلى الصدر به اصفرار، حتى تقريبا يصل الاصفرار حتى البطن. هنا هذا العش خرج فرخين باصفرار كثير ما شاء الله، وكأنهما حسونين أصفرين بطفرة صفراء، سبحان الله. هذا الاصفرار يأتي من الأنثى، هذا الفرخ باصفرار كثير على الظهر وعلى الأجنحة وببياض في الأظافر. هنا عندما يكسوه الريش، سبحان الله، البياض في أعلى الرأس، الرقبة وإلى أعلى الرأس، فوق العينين وتحت الداغة، ملطش كامل بالأبيض والأصفر، اللهم بارك، ما شاء الله، ألوان يعني ممتازة جدا. سنمر هنا إلى الهجين المتميز في عندما يكسوه الريش، وعندما يغير الريش وجد ممتاز،
ألوان جد ممتازة هنا، سبحان الله ما شاء الله. وكأنك تقول هو هجين عكسي وليس بهجين من ذكر حسون وأنثى كناري، ويشبه كثيرا الهجين الذي يكون أبوه كناري وأمه حسونة. ما شاء الله، اللهم بارك. ألوان جد جد رائعة في هذا الهجين، دغة بيضاء، الاصفرار، الاحمرار، هو في الاحمرار في الرأس، احمرار يعني الذي أخذه من أبوه الحسون، احمرار جميل وبياض في جل جسده. الفراخ هنا عش آخر، فراخ باناشي، وكل فرخ وكيفية توزيع الألوان فيه، هناك فرخ به بياض أكثر وبياض أقل في الفرخ الثاني. هنا هذه الأنثى، نمر إلى هذه الأنثى، هي أنثى ريسيسيف ألبينو أعين حمراء، هي من أفضل الإناث لإنتاج الهجين الأبيض، هي أفضل من الألبينو دومينو أعين حمراء، يعني تأتي بفراخ جميلة جدا بألوان زاهية بالأبيض ومتوزعة على الجسد. هنا تزاوجت مع ذكر بأظافر بيضاء أيضا، هو طافر، ذكر حسون طافر. سترون الفراخ التي تأتي من ذكر طافر وأنثى ريسيسيف ألبين وأعين حمراء. الريسيسيف الأعين الحمراء تأتي بفراخ هجين جد ممتازة، داغة أو رقبة يعني سوار كبير وعريض من الأبيض ومتوزع على تحت الداغة في العنق، وكأنه سوار عريض يلبسه الهجين، سبحان الله. الأجنحة أيضا فيها بياض، والبطن بياض واسع يعني يصل إلى الصدر تقريبا، والظهر به بياض أيضا واسع على الرقبة. هنا هذا الهجين هو هجين آخر من أنثى ألبينو ريسيسيف أعين حمراء، وذكر حسون طافر بأظافر بيض. هنا تشاهدون توزيع البياض على جسده، هو جميل جدا. ننصحكم بالريسيسيف الألبينو الأبيض الأعين حمراء عفوا، أفضل من الألبينو دومينو. هذا من تجربتي، لقد زوجت الألبينو دومينو ولم يعطيني ألوان بيضاء جميلة كما في الألبينو الريسيسيف. إذا إخوتي، سأعدكم إن شاء الله بفيديو يعني سلسلة ثانية إن شاء الله، سنعرض فيها فراخ هجين جد ممتازة أيضا بألوان جد زاهية ومتميزة من هذه السنة. إذا ترقبوا هذا الفيديو قريبا إن شاء الله، اشتركوا معنا في القناة. الإحصائيات تقول في قناتنا أن معظم المشاهدين هم من الزوار، لذا ندعوكم أيها الإخوة إلى الانضمام إلينا ومشاهدة فيديوهاتنا التي نقدمها بمجهودات كبيرة. شكرا لكم، ضعوا إعجاب لدعم القناة ودعم هذا الفيديو ليصل لكل مولوع وعاشق للحسون والهجين وحتى الكناري وطفراته. شكرا لكم، إلى قادم الفيديوهات. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.